السلام عليكم البنات، السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس بخير. هذا الفيديو حبيت نتقاسم معكم مطالب واحده من حباباتي. طاول هذا السيت تاع 1600 الحسينيه سيت 2، قالت لي صوري لي. رحت باش نصور لها بصح مع الاسف ما خلانوش ندخل لاجون للداخل. عطيت الزوج تاعي الكريم هو اللي صور لي، صح صورنا من برا برك. واش حبيت ندير هنا، وريت لكم السيت الاشغال تاعو راهي واصله تقريبا باش تعرفوا ابي بري وين جاي هذا السيت واش امور واصله تاع الاشغال فيه. كاين اللي ما يقدرش يجي، ما عندوش طوموبيل ولا ما يعرفش المكان، مازال ما جاش ليه، تكون عنده نظره ابي بري هذا السيت وانهم واصلين فيه. وصورت لكم ثاني هذه المنطقه الحسينيه الناس ساكنين فيها وكامل، باسكو جيني غير دائما يصوروا لنا غير لا ديال سيت على ديال، ما يصوروش وين جاي المنطقه واش فيها، واش فيها وين حيسكن خطر اخرى واش كاين تما. انا قلت هذه المره كي ما قدرتش ندخل الداخل، كنت حابه ندير لكم الداخل، داخل الباتيمون ولا زابارتومون كيش دايرين وكامل، ما حبش يخلينا ندخلو مع باش، ولا كانت الجمعه تتفاصون ما حبش بالك خاف ولا وخلك ما لونيش نخليهم يصوروا الداخل. المهم خياتي قلت نصورت لكم غير من برا هكذا باش تشوفوا ابري كيفاش وين جاي كامل. هذا سيت 1600 سيت 2 وسيت اقدام وثاني، يعني كاين ساكنين كاين سكان اصليين تاع الحسينيه اللي ساكنين مقبل بنيان تاعهم تما. دوك نمشي معكم تشوفوني في الطريق ماشيه بطونوبيل ونصوركم ابي بري. تفاصيل حنا الطريق هذه اللي مشينا فيها، مشينا فيها حتى خرجنا في بوينه، تسمى مناطق متصله ببعضها كما راكم تشوفوا هنايا. درت لكم الدوره هذه كامل باش تعرفوا واش كاين منا، يعني لافي شابه اللي يحب واسمه هنا مقابل جبل شريعه، كل واحد واش يحب. المهم الحمد لله على الناس اللي صحت لهم السكن وقدروا يشيروا سكنه خير ما يقعدوا في الكرا ولا يقعدوا ساكنين في الضيق ولا حاجه. ان شاء الله عتبه مربوحه لكل انسان عنده سكنه، وان شاء الله ربي يرزق كل انسان مازال ما عندوش سكنه، ان شاء الله يا ربي يرزقه في قريب العاجل ان شاء الله يا ربي. دوك هنا نخرج لكم من السيت، نمشي نخرج في الطريق تشوفوا كيفاش دايره هذه الحسينيه، هذه المنطقه الحسينيه، ونخليكم مع الفيديو. صورت لكم تصوير ابي بري برك ضيء شويه باسكو كي ما قدرتش ندخل الداخل، ولا قلت معليش المهم ندير لهم لقطات احسن ان ما نديرش كامل. دوك هنبداو نخرجوا من هذا السيت تاع سيت 2، نبقاو نمشيو. كاينين بزاف دي باتيمون توكا تاع راديال، ما قدرتش نصور كل شيء. كاين ماشي غير حسينيه، كاين حسينيه كبيره فيها سيت 2 سيت 1 فيها ثانيك 2020، كاين بزاف دي سيت مسكونين ديجا من قبل هما تاع راديال تاع 2013 وكامل، كاين اللي عندهم طاولهم ديجا تما وسكنوا ديجا. شوفوا كيش دايره المنطقه هنايا. هنا نبدا ندخل في المنطقه السكنيه اللي كاين الناس ساكنين فيها من القديم، يعني ماشي سكان جدد ولا حاجه، يعني منطقه لاباس عليها مليحه. انا شخصيا عجبتني كي دخلت ليها. وشنو يعني باش تخرجي حتى لطريقه كبيره شويه بعيده، مي ما شاء الله، يعني مبروك عليهم كامل اللي ربي كتبهم ورزقهم بالسكن، وان شاء الله كيما قلت لكم مقبل يرزق كل انسان مازال اللي يحوس على سكن. نخليكم مع الطريق هذه حتى كي نوريكم كامل المنطقه تاع حسينيه كيفاش عامله.